السلام عليكم متابعي القناه ام ريحانه. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا مع بعض عصير صحي. هذا العصير الصحي اش كنحتاجوا ليه؟ الليمون اللي هو البرتقاله ولا الليتين معصور طبيعي، واحد ثلاثه ديال البنانات على حساب دابا المقادير على حساب كل واحد، وهذا اللي زايد فيه سبينازي اولا لي زيبينار، هادو اللي كيجيو بالحق راه تيجي عصير لذيذ. انا غادي نحليه بالتمر، ويقدر اي واحد باش ما بغى يحليه بالعسل بالتمر، اللي ما كيبغيش عاود يدير السكر بالحق باش يبقى صحي غادي نحليه انا بالتمر باش كيكون صحي ديك الساعات وكيجي مزيان ان شاء الله. غادي نبداو على بركه الله. غادي ندير هاد لي زيبينار اولا سبينازي، هذا الشيء هذا كيبقى على حساب كل واحد وشنو هذا بالحق. هذا راه تيجي هذا العصير راه تيجي صحي، راه عندي مغسولين غنزيد عليهم ديك عندي هنا سبعه ديال التمرات هادو باش نحلي، والبنان هذا ان شاء الله في رمضان راه تيجي مزيان راه على بركه الله. وغادي غادي نطحنوه وها العصير ديالنا واجد، ساهل وما كيطلبش وقت كثير، ودغيا حتى لاخر ساعه بالحق. اللي مزيان فيه وهو صحي 100% كيعرف الواحد اش كيشرب. دابا على بركه الله غادي ندير العصير ديالي. بسم الله صدقوني راه ما كتبني كيتطحن راه ما كتبقاوش تحسوا كاع بالمذاق ديال ديك لي زيبينار، راه كيغطي عليهم العصير ديال الليمون وديك البنان. دابا على بركه الله من بعد ما كنطحنوا العصير ديالنا راه كيجي على هذا الشكل هذا. بسم الله بسم الله راه تيجي عصير صدقوني الا جربتوه راه غادي يعجبكم، وان شاء الله تشربوا بالصحه والهنا، واللي الا جربتوه عجبكم ديروا لي لايك.